رأيكم في مواجهة مصر وبلجيكا، يلا. شايفين ده ازاي؟ بلجيكا واحدة من اللي بقت من القوى العظمى النهاردة، شئنا أم أبينا، اختلفنا أم اتفقنا، فريق محترم جدا في أهم 100%. أسماء على كل المستويات، رايحين كأس عالم بعد أيام. أنت طلعت قابل واحد من أقوى المنتخبات، شايف اللقاء ده ازاي؟ شايف فرص مصر فيه ازاي؟ شايفين كمان نجاح، لو هنقيم نجاح فيتوريا في لقاء بالصعوبة دي يبقى بناء على ايه؟ فاروق. فاروق، انا كنت من المحظوظين اللي تابعت مباراه هولندا وبلجيكا الاخيره. المنتخب البلجيكي ما كانتش ممتعه خالص، وكانت مباراه يعني فيها رتابه كبيره وممله شويه. المنتخب البلجيكي هو منتخب قوي ومصنف، ولكن حاليا هو بيمر باضعف فتراته من سنين كتيره. الجيل الذهبي اللي موجود للمنتخب البلجيكي خلاص اغلبه تخطى ال 30، بنتكلم على لعيبه زي كيفن دي بروين، ايدن هازارد، تيبو كورتوا، الدرفايرلد، اكسل فيتسل، كل اللعيبه دي عدت ال 30 سنه، واعتقد ان بطوله كاس العالم الجاي هتكون البطوله الاخيره ليهم. بالنسبه لهم. فالجيل حاليا كاداء كمان هو اقل كتير من الماتشات اللي فاتت، لكن البطوله اللي جايه هم محضرين لها، وروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي بيتكلم ان البطوله اللي جايه هي الفرصه الاخيره سواء بالنسبه له او بالنسبه للجيل ده. فالمنتخب هيحضر للبطوله بشكل قوي جدا، ماتشات الوديه اللي قبل البطوله هتبقى قويه جدا. روي فيتوريا على الجانب الاخر هو الاختبار الاول والمهم بالنسبه له. هو اعتقد ان انت لعبت قبل كده منتخبات كانت اقل كتير في المستوى من منتخب مصر، لكن انت بتلعب منتخب هو نقدر نقول ان هو اعلى كتير في المستوى من منتخب مصر، ولكن لكن المنتخب عهدنا دايما منتخب مصر بيواجه الفرقه دي ما بيخافش. شفنا ضد البرتغال قبل كده كان المنتخب المصري ند بند لكريستيانو رونالدو والجيل اللي تفوق وخد يورو 2016. فاحنا المباراه دي مستنيين متعه، المنتخب مش مطالب منه اي شيء غير ان هو يقدم المتعه، واعتقد ان خلاص ان الاوان ان احنا نتخلى بقى عن الافكار شويه الدفاعيه اللي احنا عرفنا بيها في الفتره الاخيره، ويبقى في شويه افكار هجوميه، نشوف جمل، نشوف اداء جيد من اللعيبه، محدش عليه ضغوط. بلجيكا اقوى ولا كوريا خالد؟ بلجيكا. بلجيكا لا ديفينتلي بلجيكا. يعني ماتش بكره اصعب من ماتش كوريا 100%. الظروف اختلفت. الظروف اختلفت لانه بقى في استقرار فني اكتر، في مدرب الناس مقتنعه بيه، فهو عنده دعم جماهيري، عنده ظهير جماهيري يترجم في ارض الملعب، يترجم جدا في ارض الملعب. بص انا متفق تماما في كل كلمه فاروق قالها، لانه المحك الاساسي مش انه انا عايز العب عشان اكسب عشان خاطر لا، انا عايز العب عشان ابني شخصيه اللعيبه. أيوة. بمعنى المحك الوحيد للحكم على من وجهه نظري على الماتش ده هو ازاي شخصيه اللعيبه هتتعامل مع شخصيه اللعيبه البلجيكيين في ارض الملعب. في فارق كبير جدا في الاسماء، مش بقول في الكواليتي، الكواليتي بتاعنا انا دايما مقتنع ان احنا الكواليتي بتاعنا محتاج بس ايه، عامل زي الدايموند كده، محتاج بس احنا عندنا الكواليتي، بس عندنا فرق شخصيه في الاسماء. لما تلاقي ان انت بتلعب هازارد ولا بتلعب لوكاكو ولا بتلعب ميرتنز ولا بتلعب عدد كبير جدا، فاروق لسه قايل جزء منهم يعني، وهو عدد صغير جدا من الكم السكواد يعني. الكبير الشخصية ازاي لما انزل كمدافع كمحمد عبد المنعم كالوينش كأي حد انزل قدام لوكاكو، يا ريت دول كانوا موجودين والله. طبعا يعني يا ريت بالظبط، انا بتكلم متولي كمان، لا انا بتكلم يعني قلت الاسماء ديت باعتبارهم الاسماء الاساسية في منتخب مصر. دي مشكلة للري فيتوريا برضو. طبعا طبعا، بس برضو ستيل بس خط دفاعه في مشكلة عنيفة جدا، بس هو خلي بالك من حاجة، انه مصائب البقاء من عند قوم، المشاكل دي عند فيتوريا هتسمح له ان هو يشوف وشوش جديده، ان هو يتعرف على تشكيله جديده، ان هو يدخل عناصر جديده في المنتخب. كل خساره ليها فوائدها. احنا خسارتنا انه ده ماتش ودي في الاول وفي الاخر، بنحكم على عايزين نطور شخصيه اللعيبه ونطور طريقه اللعب والكلام ده كله، عايزين نحكم على اللعيبه، اللعيبه مش موجوده هنحكم على غيرهم. خلي بالك انه بلجيكا هتخش المباراه بمنتهى الجديه، بلجيكا في مجموعه بتضم كرواتيا وكندا والمغرب. طيب تعال نروح للمدرسه بتاعت المغرب. تعال نروح للمجموعه، هم بيلعبون عشان المغرب بالظبط يعني كده، هم بيلعبون عشان شمال افريقيا، فهم هيخشوا المجموعه لانه المغرب اكتر من كندا كمان لحد ما الصوره ما تجهز. المغرب اكتر من كندا منافس قوي على المجموعه. المغرب انا شايف مجموعه يعني كنت بقول في بدايه الحلقه، المغرب والسعوديه الاثنين عندهم فرص. انا متخيل ان المغرب هي رقم واحد في الافارقه والعرب اللي طب هيتقال. قبل ما اروح للمجموعات يعني هاخد رايتكم مجموعات، هل في منتخب عربي او منتخب افريقيا فاروق شايف انه يقدر يروح لبعيد في البطوله دي؟
السنغال طبعا. السنغال للاسف للاسف خبر انا بالنسبه لي انا كان حزين، لان انا بحب ساديو ماني وعلى المستوى الشخصي هو واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم. لعنه الاصابه غريبه جدا، وهو يمكن بيدفع ضريبه الالتزام ان هو لاخر لحظه موجود في الملعب، في لعيبه ثانيه موجوده واسماء كبيره بتهرب من انديتها وبتتحجج بالاصابه وهي سليمه عشان تتواجد في كاس العالم. لكن ميسي ميسي موجود، يعني يمكن كريم بنزيما هو اللي طالته انتقادات كتير. اخر 5 ماتشات لعب 30 دقيقه بس، كان ماتش سيلتيك نزل فيه في الشوط الثاني وهو سليم، لكن هو بيقول انا حاسس ان انا مش سليم او عندي وجع، مع ان هو طبيا والفحوصات كلها اثبتت ان هو سليم، لكن هو بيقول ان هو مش سليم. فساديو ماني بيضحي وبيتواجد في مباراه ضد فيردر بريمن، مباراه في الدوري الالماني هي تكرار لماتشات كتير في السيزون. ممكن بس اقطعك هنا وازود على نقطه كريم بنزيما، بما ان احمد كان لسه بيتكلم على ميسي. ميسي عملوا معاه انترفيو بيقولوا انت زعلان من قله مشاركتك مع باريس سان جيرمان، بتزعل لما المدرب بيخرجك؟ قال لهم اطلاقا، انا كل دقيقه بقعدها على الدكه هي فايده ليا عشان كاس العالم، انا مش مهتم خالص بالموضوع ده. فهو انا متفق، خد بالك اللقب بالنسبه له مهم جدا، يعني برده انك انت تكون اسطوره وما تجيبش كاس عالم لبلدك. لا هو مش مهم جدا، هو الاهم على الاطلاق بالنسبه لميسي دلوقتي، ومفيش بعد كده خلاص يعني. خلاص. فلو منتخب افريقي هيبقى نهائي الكاميرون والمغرب، والكاميرون هتاخد البطوله. يمكن ده كان تصريح كوميدي لسامويل ايتو. هنوقف ثانية.